كتبت لنا قصتنا الأولى اللي هنبدأ بيها النهاردة ياسمين أبو حسين. صدقوني مش كل المنسوب للجن حقيقي، ومش كل اللي بنشوفه غريب، دايما في تفسير لكل حاجة بتحصل، حتى لو كان تفسير اللي بيحصل انه جن. بس القاعدة الأساسية يا جماعة انه في سبب، الحقد ليه سبب، الحب ليه سبب، وزي ما قالولنا إذا عرف السبب بطل العجب. ومن هنا بتبتدي الحكاية. أنا اسمي إيهاب، ضابط شرطة متعين جديد. في يوم كنت قاعد في مكتبي براقب الساعة ومستني تخلص المناوبة بتاعتي في اسم الشرطة وأرجع البيت. النهاردة يوم هادي مفيهوش مشاكل كتير، لحد ما تليفون المكتب رن. كان بلاغ عن حادث عربية على طريق جانبي متفرع من شارع 90. عربية اتقلبت وللأسف صاحبها مات. قلت في عقلي بالي ما هو اليوم مش هيعدي بسلام. لميت حاجتي وخرجت، ركبت مع القوة ورحنا لمكان الحادث. كان واضح على العربية انها اتقلبت اكتر من مرة، ولما وصلت العربية من قدام كده شفت افظع منظر ممكن انا اي حد يشوفه. الجثة خارجة من الازاز الامامي اللي قداماني للعربية، وللأسف الشديد الراس مفصول عن الجسم ووقع في الارض جنب باب العربية. ايوة زي ما بقول لحضراتكم كده. اقول لكم كمان الراس كانت مشقوقة. انا بشوف حوادث كتير وطبيعة الشغلانة كده، وكل حادث بشوف فيه جثث اشكال والوان ورعب السنين. احنا بشر وكلنا بنتأثر مهما كانت طبيعة تحملنا وطبيعة شغلنا، وانا نفسيتي يا جماعة بتتأثر جدا. بعد فحص سريع خمنت ان سبب الحادث انفجار اطار العربية، وده ادى لاختلال التوازن وعدم تحكم في السرعة فاتقلبت العربية. بس عايز اقول لكم ان اللي مات كان حاطط حزام الامان. يعني ما علينا. المهم بعد ما اخدنا اقوال الشهود وخلصنا معاينة وتم نقل الجثمان للمستشفى، اخترنا اهل القتيل يحضروا ويستلموا الجثمان. بعد ما لقيت رخصة القيادة طبعا سليمة في العربية والبطاقة الشخصية، كان أهم حاجة اتقالت في الليلة الغريبة دي إن المكان ده معروف وبيحصل فيه حادث تقريبا بشكل أسبوعي. رجعت الاسم وأنا عاوز أشيل صورة القتيل بصراحة من دماغي بأي شكل، لحد ما دخل عليا زميلي مهند وقال لي مات كام واحد المرة دي. بصيت له وأنا مستغرب وقلت له كام واحد إزاي أنا مش فاهم. قعد على طرف مكتبي وقال لي اصل المكان اللي حصلت فيه الحادثة النهاردة بيقولوا عليه مسكون، وكل اسبوع يموت لك فيه حد ولا اتنين وبنفس الطريقة. ضحكت وقلت له مسكون ايه وجنان ايه يا حضرة الضابط، سبت ايه للناس التانيين يقولوا ايه لما انت تقول كده. رد علي وقال لي يا عم ايهاب، الجن والسحر مذكورين في القرآن، وانا اجيب لك على فكرة ملفات قضايا عينها وتأكد ان كل الحوادث تمت بنفس الشكل وبنفس الطريقة. وسابني وخرج. غاب شوية ورجع جايب لي 6 ملفات لست حوادث. اداني اول ملف وقال لي ان دي اول حادثة لبنت اسمها اسراء، عندها 27 سنة، كانت اول بنت تموت في المكان ده، ومن يومها حرفيا المكان اتلبس. وبعدين اداني باقي الملفات، اكتشفت انه مش بس الحوادث بتحصل في نفس المكان ده، في نفس اليوم وفي نفس التوقيت كمان، من الساعة 10:30 للساعة 11 بالظبط. بصيت لمهند وقلت له
على فكرة الطريق ده أنا رايح جاي منه كل يوم، وعمري ما شفت يا صاحبي حاجة غريبة بتحصل فيه. رد علي وقال لي يا ابني ما انت عارف ان الحوادث بتحصل من الساعة 10:30 لحد 11 زي ما بقولك، انت في الوقت ده بتبقى نواطشي وما بتعديش. كلامه محير، فضلت فعلا محتار وبحاول الاقي سبب لتكرار الحوادث في اليوم والتوقيت. ما لقيتش غير ان استنى لنفس اليوم يوم الاثنين واروح هناك في نفس التوقيت اشوف ايه اللي بيحصل. تفكير مجنون صح، بس قلت هعمله الفضول. ده غير ان انا ايه المانع ان يكون الموضوع فيه شبهة جنائية، وانا دوري ان انا احمي البني ادمين واحمي الارواح، واذا كان في حاجة بتقتل الناس بخطة معينة وبتسلسل معين فلازم الشيء ده يقف عند حده. اسبوع عدى وكنت بعدي كل يوم رايح جاي من نفس الطريق وبرضه مفيش حاجة غريبة. وجه يوم الاثنين واستنيت لحد بالليل ورحت لهناك لوحدي، ومن اول الطريق وانا واخد حذري وماشي بسرعة بطيئة لحد ما شفت بنت من بعيد واقفة في نص الطريق لابسة هدوم غريبة، عارفين بتوع الزار او زي ما بيقولوا عليهم كودية الزار. كان ليا كم تجربة كده وقبضت على دجالين كتير ومنهم بتوع زر نصابين دجالات يعني تحديدا. البنت كانت بتفكرني بيهم، لابسة عباية سودة ضيقة عليها نقوش بلون ذهبي، ايديها مليانة غوايش ذهب، وفي كل رجل لابسة خلخال ربط راسها بوشاح اسود، شعرها طويل ونازل لحد ظهرها. وبدأت من بعيد أسمع صوت ضفوف وصاجات ونغمات بتظهر زي الزفة، وكأن في حفل زار في المكان. وأنا بقرب منها بالعربية بعد ما هديت السرعة ومستغرب الصوت ده جاي منين، كنت زي المسحور. مش هخبي عليكم البنت يعني بجد بجد رائعة الجمال، وشها مش ظاهر بس بدأت تتراقص برشاقة فظيعة وصوت نسائي ساحر بيقول يا وردي بيكي يا أم العلا يا أم العرايس. صوت الدفوف والإيقاعات موجود وبيعلى، والبنت رأسها بيزيد، والخلخال صوته وهي بتخبط رجليها في الأرض مميز. وظهرت بنت تانية قدام العربية وبدأت تشاور لي علشان أقف، ووقفت. لكن رغم سرعتي البطيئة إلا أن البنت التانية لما نزلت من العربية بسرعة وجريت عليها وأنا عمال بدور على البنت اللي كانت بترقص ملقتش ليها أي أثر كأنها اتبخرت. بصيت على البنت لقيت البنت واقعة قدام العربية، أنا ما خبطتهاش، لقيتها واقعة قدام العربية وماسكة ركبتها وبتتألم. قلتلها إيه اللي أنت عملتيه ده؟ أنت عاوزة تنتحري؟ بترمي نفسك قدام العربية؟ بصيت لي بتوتر وقالت لي أنا كنت بشاور لك، ما خدتش بالي إن أنت هتخبطني، أنت اللي جيت فجأة ورعبتني من سرعتك، وأنت اللي خبطتني وجاي دلوقتي تزعقلي؟ يا حبيبتي أنا ماشي على سرعة هادية جدا، الطريق ضلمة ومش شايف فيه حاجة، أنا معرفش خبطتك إمتى، أنا ما حسيتش أصلا وأنا بخبطك، حد مسلطك عليا ولا إيه؟ بصت في ساعة إيدها وقالت لا أنا محدش مسلطني، أنا ما شفتش العربية وهي جاية، يمكن كنت سرحانة. طب يلا قومي من على الأرض. قامت وحسيتها بتعرق كده فقلت لها تحبي أوديكي مستشفى نطمن على رجلك؟ لا أنا كويسة وهقدر أمشي. كانت بتبص على ساعتها بتوتر. أنا هقف، هي بس الخبطة صعبة شوية، أنا هقف. آه، وقامت قاعدة على الأرض وماسكة رجلها تاني. أنا بقى كنت عايز أشوف الأولانية فين، والزار اللي سمعت أصوات دفوفه فين، واللي كانت بتتراقص وبتتمايل واللي شغلت عقلي فين. طلبت منها تحاول تتحرك، بصت في ساعتها للمرة الثالثة وقالت لي إن المكان ضلمة
ممكن تخليك واقف شوية لحد ما احس ان انا قادر اتحرك، وبعدها بقى سيبني. وبدأت تقولي مش رجولة يعني ان انا اسيب بنت في الطريق. قلت لها ولما المكان ضلمة وانت بتكلميني بقى في الرجولة والصح والغلط، ماشية هنا ليه؟ ماشية لوحدك في ساعة زي دي ازاي كده في الطريق ده؟ اهلك فين؟ ولا بيتك قريب من هنا ولا ايه؟ انا بيتي قريب فعلا من هنا، انا بحاول اقوم اهو. وقامت بصة في ايدها للمرة التانية ايه للرابعة يمكن. انا متعصب لان هي اللي حصل لها واللي بتعمله خلتني البنت اللي كانت شد عقلي دي اختفت. قلت لها يا بنت الناس قومي خليني امشي في ام الليلة دي. لقيتها وقفت بشويش وبدأت تسند على العربية وقالت لي خلاص انا كويسة. كانت حرفيا بتتألم وانا مكانش ينفع اسيبها. قلت لها شوفي عاوز اوصلك فين، وتاني بقولك لو عايزانا اوديك المستشفى انا ضابط شرطة على فكرة، ولو عايزانا رجعك البيت. بقولك انا كويسة واسفة ان انا عطلتك. ولقيتها مشيت من مكان ما جت. هو انت مش كنتي بتعدي الطريق هتروحي الناحية التانية؟ ما ردتش عليا وكملت مشي خلاص. اما انا فرجعت ادور على البنت اللي كانت بتتراقص وتتمايل وما لقيتش حاجة، مفيش اي اثر. رجعت للعربية ومشيت بيها من نفس مكان الحادث واستنيت يحصل حاجة. ما حصلش اي حاجة الحقيقة. بصيت في الساعة لقيت الساعة 11:15 والوقت اللي بيحصل فيه الحادث اصلا عدى، يعني الموضوع كده ملوش علاقة بان في حادث متكرر والكلام ده خالص. ومش ده اللي شغلني، اللي شغلني اللي انا مريت بيه واللي حصل لي. رجعت البيت وتقريبا كنت تعبان جدا، نمت على طول بمجرد ما حطيت دماغي على المخدة. صحيت بعد شوية، عارف لما تبقى صحي هو انا ايه اللي صحاني؟ الأوضة كانت ضلمة جدا، غرقانة في ضلمة ملهاش نهاية. أخدت كام ثانية كده لحد ما استوعبت أنا فين، وكام ثانية لحد ما فهمت أنا صحيت ليه. صوت طقطقة غريب وعالي. كأن حد بيضغط على حاجة، بس مش عارف أدرك الصوت ده إيه. مديت إيديا لإزاز الأباجورة اللي جنبي وحاولت أنور النور، بس مفيش حاجة حصلت. ضغطت على الزرار مرة واتنين وتلاتة، مفيش. تقريبا النور قطع بقى ولا العداد فصل. بكرة هشوف الموضوع ده. حاولت اكمل نوم بس الصوت كان عالي. صوت الطقطقة رجع تاني. مديت ايدي للكومودينو اللي جنب السرير، مسكت الموبايل وشغلت الكشاف، نورته وحركته في الأوضة كلها، مفيش حاجة. لكن الصوت اللي بيجي من كل حتة كل شوية موجود. جسمي بيقشعر من صوت الطقطقة الغريب. الصوت كان جاي من فوق. وجهت الكشاف لفوق في اللحظة اللي فصل فيها بالظبط. أيوة الكشاف فصل في لمحة، بس لحظة واحدة قبل ما يفصل كانت كفاية قوي علشان أشوفه كويس. شفته وياريتني ما شفته. كيان بشع، مسخ شيطاني، متعلق في السقف، قاعد على ايديه ورجليه بالمقلوب، ضوافره متكسرة وماسك في السقف بقوة، رقبته ملفوفة في وضع مستحيل أي كائن في الدنيا يعمله، وباصص ناحيتي وعينيه فيها ظلام الدنيا كله. كل ده شفته في اللحظة دي. أيوة شفته في اللحظة دي. كشاف الموبايل رجع نور، ولما نور
شفت الكائن ده بيزحف على الحيطة ناحيتي بمنتهى الهدوء. كان بيزحف الأول على السقف، بعد كده على الحيطة، بعد كده نزل ووقف جنب السرير وأنا مشلول مكاني. لا حول لي ولا قوة، أنا مجرد متفرج مرعوب. طلع على السرير وزحف عليه، زحف وبقى وشه في وشي وفضل يبصلي نظرات خوية مش مفهومة لكنها تموت قلب أشجع واحد في الدنيا، وفتح بقه تدريجيا وخرج من بقه حاجة غريبة بتزحف لزجة أشبه ما تكون بالسحلية بس أطول. دي أطول بكتير بكتير، لدرجة إنها ممكن أقولك إنها فوق المترين. لكنها مش تعبان، لا مش تعبان، هي كائن أشبه بالسحلية بس في طول التعبان. فضلت تتحرك حركات هادئة غير منتظمة على جسمي. أيوه، أنا إن أنا أعرف أتحرك أو أهرب أو أفلت مفيش خالص. وجت عند رقبتي وبعزم ما فيها عطت، صرخت، ومع صرختي نط الكائن ده جوه بقي واخترق بقي ودخل في زوري في لمحة. كل ده حصل في منتهى السرعة، حسيت بيه وهو بيدخل في جوفي وفي بطني وفي أمعائي، وأنا بحاول أصرخ لكن مفيش. فتحت عينيا مفزوع مرعوب، نور النهار طالع، حطيت ايدي على بقي على ظهري، معرفش اللي حصل ده حقيقة ولا كابوس. موبايلي مرمي على الأرض ومتكسر، جريت نطيت بصيت على المراية وفتحت بقي، وكأني متخيل إن الكائن ده حصل بجد وهيطلع من زوري دلوقتي. غيرت هدومي ونزلت الشغل، وعلى آخر اليوم وأنا مروح من الشغل مشيت من نفس الطريق ولقيتني بدور على البنت في المكان ده غصب عني برضو، بس ما لقيتهاش. هنا كنت متوقع ايه، اشوفها مثلا؟ اكيد هتبقى صدفة غريبة قوي يعني. يومها بالليل لما نمت شفت جسمي وكأني طاير، شفتني كنت عريان وانا نايم على السرير وشايف حاجة بتتحرك في بطني من تحت الجلد، حاجة بدأت تاخد شكل عبارة عن أشبه بالتعبان وعمال يلف تحت جلد بطني. منظر صعب محدش يتحمله. فضلت كل يوم اروح في نفس الميعاد اراقب المكان. الغريب ان لما كنت بغمض عينيا للنوم كنت اسمع صوت الضفوف والصاجات ورنة الخلخال ونفس الجملة، يا يا وردي بيكي يا ام العلا يا ام العرايس. والبنت اللي كانت بترقص بتمدلي ايدها عاوزاني اروح لها، اسمها زي ما بيقولوا عليه مرسوم. كنت بصحى من النوم مفزوع وامي لاحظت حالتي وبقت تقعد جنبي بالساعات ترقيني. المهم في يوم الاثنين اللي عليه الدور رحت في نفس التوقيت للمكان كالعادة، والمرة دي شفت البنت، شفت الراقصة، سمعت نفس الطبل والموسيقى والإيقاعات،
قلت المرة دي مش هسيبها ولازم أعرف قصتها. كلامها بيتكرر وبينتهي بجملة يا وردي يا وردي بيكي يا أم العلا يا أم العرايس. وفجأة ظهرت نفس البنت اللي بتشاور عشان أقف، وفرملت العربية بحرص شديد المرة دي وخرجت بسرعة، وهي أول ما شافتني برقت لي، حاولت تجري وتهرب بس أنا جريت وشدتها من شعرها حرفيا وقلت لها وانتي إيه؟ انتي عايزة إيه؟ انتي ما بتظهريش غير لما هي تبقى موجودة، علاقتك بالحوادث اللي بتحصل دي إيه؟ أنا ماليش ذنب، انا كل اللي بعمله ان انا عايزه امنع الحادثه انها تحصل مش اكتر. وانت تعرفي انها ازاي هتحصل، وازاي تعرفي ان في التوقيت ده؟ انطقي يا اما تيجي معايا القسم، وهناك بقى هعرف اطلع منك القصه. فعلا ركبتها معايا العربيه واخدتها على القسم، دخلتها المكتب وقفلت الباب وقعدت على المكتب وقلت لها احكي لي كل حاجه من الاول، انا مش هتعرض لك ولا هعمل لك حاجه لو انت فاكره ده، لكن انت في عداد المتهمين دلوقتي. انا ما عملتش حاجه، انا اسمي اماني. في يوم اختي كانت راجعه من الشغل في نفس اليوم وفي نفس التوقيت، وعملت حادثه في المكان ده يجي من 3 4 شهور. ما قدرتش اتخيل ان هي ماتت، مش قادر اصدق ان انا بقيت لوحدي، اختي الكبيره وهي اللي كانت مسؤوله عني وعن امي المريضه، هي اللي كانت ممشيه شغل بابا بعد ما مات، هي كانت العالم كله بالنسبة لينا، وأنا من غيرها مسواش حاجة. في الوقت ده أنا افتكرت الملف الأول اللي مهند ادهولي عن أول حادثة، وقلت لها اسمها إسراء عبد السلام. أيوة هي إسراء. أنا ما كنتش عارف أعمل إيه لما سابتني، الوحدة جننتني، ما عرفتش اللي أنا هعمله ده صح ولا غلط. تعملي إيه؟ مش فاهم، وايه علاقة اللي انت بتحكيه باللي بيحصل؟ مش فاهم حاجة. انا جبت كتاب تحضير الارواح، انا مكنتش عاوزة حاجة، انا كنت عاوزة احضر روحها، عاوزة احس بيها جنبي ولو حتى بشكل طيف، عايزة احسها بتطبطب عليا زي زمان، عايزة احس انها حواليا. انا مكنتش اقصد تحضير بالمعنى الحرفي والمفهوم. برضو انا مش فاهم ايه العلاقة، ايه العلاقة؟ فهميني. انا هحكي لك كل حاجة، لاني تعبت اواجه ده لوحدي. انا اشتريت البخور اللي مكتوب ومذكور في الكتاب، وجبت خصلة من شعرها، خصلة كانت في فرشتها، وجبت البيجامة اللي كانت لابساها قبل ما تنزل، وجبت تراب المقابر، ورحت مكان الحادثة ورسمت بالرمل دايرة وقلعت البخور، وكنت رسمة على ايديا ورجليا طلسم مذكور في الكتاب، وحفظت النص اللي المفروض اقوله. نص ايه؟ اقسم عليكم بالاسماء العظام، ولا خلاص لكم مني اليوم بعد الان، فان لم تحضرون وتطيعون وتلبون، سلطت عليكم خدام غلاظ شداد لا يعصون ما امرهم، ميطرون وشادن يا راجح واسومان والغيطلان، يسحبونكم عندئذ سحبا عنيفا. يا معشر الجن، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، وأتوني من كل فج عميق، أجيبوني يا معشر الأرواح، وأتوني مسرعين عاجلين حثيثا، أجيبوني. فجأة لقيت في إيدي ديك، أيوة ديك، أنا ما كنتش واخداه معايا ولا أعرفه، ولقيتني بذبحه لا إراديا وبغرق جسمي بالدم السخن اللي نازل منه. يا أم العلا، يا أم العرايس، يا أم الغلمان والعفو منك، يا أم الغلوان والشفاء عندك، يا أم الغلمان والطبل طبلك، يا أم الغلمان والكل عندك، يا أم الغلمان والليلة ليلتك. كنت بقول الكلام ده وسمعت صوت دفوف غريب زي ما كان مكتوب في الكتاب، انه لو وصلني صوت دفوف خادم الطلسم لازم ارقص في نص الدايره زي ما انا. وفعلا بدات ارقص مع النغمات، لقيت لبسي بقى غريب، ايوه اتغير، عباية سودا وحاجات كتير عليها وخلخال وشال على راسي شبه الاغر، ولساني بيتكلم غصب عني وبيقول
يا أم الغلمان والكل عندك، يا أم الغلمان والليلة ليلتك، يا هي وردي بيكي يا أم العلا يا أم العرايس. مفيش شوية وسمعت يا حضرة الظابط من ورايا صوت، لفيت لقيت إسراء قدامي، أنا ما كنتش مصدقها. في الوقت ده صوت الزفة والدفوف وقف، جريت ناحيتها لقيتها بتوقفني بإيديها من إني أقرب منها، وقالت لي لو عاوزاني أفضل معاكي يا أماني في شروط لازم تنفذيها. أنا هعمل كل الشروط، أنا مش مصدقة إن أنا نجحت وقدرت أحضر روحك أو أرجعك. إسراء قربت مني ومسكت كفي اللي كان عليه الطلسم وحطت كفها عليه وغمضت عينيها ورجعت راسها لورا في حال غريبة، وفضلت تقول كلام بصوت همس، وأول ما خلصت رجعت براسها تانية وابتسمت وقالت لي خلاص أنا كده هفضل معاكي، بس تمن ده 7 أرواح ب7 ليالي. يعني إيه؟ قلت لها يعني إيه، فاختفت من قدامي ببطء كأنها بتتبخر، بقت تظهر لي في البيت وفي كل مكان من غير ما تتكلم. كنت مرتاحة جدا حضرتك لفكرة وجودها حواليا، كنت أقعد أتكلم معاها، ولكن مع أول حثة الأسبوع اللي بعد ما عملت السحر فهمت قصدها، ومع تاني حادثة اتأكدت من قصدها إنه هرا شر. هي كانت تقصد إن لازم نقتل 7 أرواح ويموتوا بنفس الطريق، أيوه يموتوا في نفس المكان وبنفس الشكل. أماني خلصت كلامها وفضلت تعيط. قلت لها يعني أماني أنت عملتي سحر عشان تحضري روح أختك وكمان نجح وحضرتيها، أنت بتكلمي واحد أهبل بقى ولا عبيط؟ أنت مش عارفة أن أنا ضابط شرطة وبالنسبة لي كل حاجة لازم يكون ليها سبب؟ أقسم لك أن ده اللي حصل. أنا كل أسبوع في نفس التوقيت في نفس اليوم بقف عشان أمنع أي حد يمر من الطريق. أنا غلطت غلطة عمري، بس الناس ملهاش ذنب، أنا بحاول أنقذه. أختي روحها طلعت عند ربنا وأنا فهمت ده متأخر. صدقني حضرتك أنا ما كنتش قصد أي حاجة، أنا عارفة إن أنا غلطانة، بس أنا ما كنتش متخيلة إن أنا هتاخد في سكة الناس دي كلها. أنا مش مؤذية ولا عمري أذيت حد وما أقدرش أأذي حد. أنا كل اللي كنت عايزة أختي. أنا تحديت القدر، تحديت النصيب، وهو ده التمن اللي بدفعه. معرفش ليه أماني صعبت عليا، ده حقيقي، وأعتقد إنها صعبت عليكم أنتوا كمان زي ما صعبت عليا، بس أنا ظابط والكلام اللي بتقوله ده ما يدخلش عقلي بمليم، كلام مش مقنع، مش مقنع خالص، ومش قادر أفهمه علشان أصلا أتقبله. لكن إشفاقي عليها كان في حتة تانية، إن هي مريضة نفسيا. بدأت أعمل تحرياتي عن أماني وعرفت فعلا أن والدها متوفى، وأختها الكبيرة اللي كانت بتتدبر كل حاجة وكل الشغل هي اللي شايلة كل حاجة، وأن الأم ست مريضة قاعدة، وأن بقالها فترة في حالة نفسية سيئة جدا بعد موت أختها اللي كانت شايلة الدنيا، وأنها بدأت تعمل حاجات الناس مستغرباها. صعبت عليا جدا، وكمان لو كنت كتبت محضر بالكلام ده كان الكل اتهمني بالجنون. ما لقيتش قدامي غير حل واحد، اني اسيبها تمشي. اخدتها ووصلتها للبيت وطلبت من اي حد اني اطلع معاها، وطلعت. فتحت لنا الست اللي بتشتغل في البيت، دخلت البيت كان جميل جدا زي بيوت زمان اللي تدخلها تحس جواها بالالفه، ورحت جنبها ووقفت، واماني قالت لوالدتها انت اخدت الدواء بتاعك؟ الست بصت جنبها وحركت عينيها انه ايوه. طب اكلتي ولا تحب احضر لك العشاء؟ شاورت براسها انها اكلت. تمام يا حبيبتي، بالمناسبة ده حضرة الضابط صديق ليا، وهو اللي وصلني على فكرة، ولما عرف ان احنا عايشين مع بعض وحضرتك تعبانة طلب واصر انه يجي يطمن عليكي. طبعا، الف سلامة على حضرتك يا ست الكل. لقيتها بصت لي وحركت عينيها وطيت وبوست ايدها من غير ما احس، معرفش عملت كده ليه، وقلت لها ان شاء الله هتبقي كويسه يا امي. شاورت لي اماني علشان نخرج،
وخرجنا من الأوضة فعلا، وقالت لي هي دي حياتي وهو ده بيتي، أنا عايشة هنا لوحدي، ملناش أهل، كل واحد ملهي في حياته حضرتك، وملناش حد. أختي سابت فراغ رهيب، وده كان سبب إن أنا عملت كل ده. ما تعرفش إحنا كنا مرتبطين إزاي ببعض، ما تعرفش إزاي إحنا من غير بعض نضيع. طول ما أماني كانت بتتكلم كانوا صوت الدفوف بيروح ويجي في وداني، وغصب عني بتخيلها وهي بترقص زي بتوع الزار اللي شفتها في الطريق. تخطيت إحساسي ده وحسيت إن الوقت اتأخر، واستأذنتها وسبتها ومشيت. رجعت البيت ونمت على الكنبة بهدومي مرهق من الشغل، بحاول أنام بأي طريقة، ما حسيتش بنفسي ونمت وحلمت. شفتني كنت ماشي في الطريق الملعون إياه، الدنيا ضلمة، مفيش قمر في السماء، حاسس بحرارة رهيبة في الجو مش متناسبة مع إننا بالليل. وسمعت صوت من بعيد بينادي عليا باسمي، كان صوت أماني. يتمشي علشان أروح في اتجاه الصوت بتاعها، مع أول خطوة اتألمت جدا، بصيت على الأرض ما كنتش لابس حاجة في رجليا، وكانت الأرض مليانة شوك شبه الصبار، وصوت أماني اللي عمالة تنادي خلاني آجي على نفسي وامشي على الشوك. ألم رهيب في رجليا وحرارة شديدة كأني بدوس على جمر مولع. فضلت أرد عليها وأقول لها أنت فين؟ أنت فين يا أماني؟ وبعدين سمعت صوت صرخات جاي من كل حتة، ناس بتستغيث وتتعذب، حتى فيها ضحك في النص مخيف. لفت نظري وأنا بجري على شمالي، تهيألي أني شفت حد واقف لابس أسود وظهره محني، لمحته يمكن لأقل من ثانية. بصيت وأنا بجري ما شفتش حد، كانت الدنيا فاضية. وبعد شوية ظهر كائن أقل ما يقال عنه أنه شطان، طويل طويل جدا، جلده سميك تخين، رجليه شبه الحوافر بتاع الجمال، وإيديه طويلة كثيف الشعر على كتافه، عينيه لونها أحمر شبه الدم. كان ماسك في إيده حبل طويل وتخين، أنا فاكر كان معقود 7 عقد بالظبط، وأماني مربوطة من رقبتها في الحبل ده، وكان الكائن ده بيسحبها منه كأنه بيسحب كلب في إيده. جريت حاولت أنقذها، اتكعبلت وقعت على وشي، ومع وقعتي دي المشهد اتبدل، لقيتني في الصالة واقع على الأرض من على الكنبة. عارف لما تبقى نايم وتيجي تصحى تحس انك مش شايف كويس والدنيا بتسود في عينيك وتحتاج ثواني بس على ما ترجع لتوازنك تاني؟ هو ده اللي حصل بالظبط. انا نايم زغللة لكني شايف صورة مشوشة، شفت خلالها ظلال لحاجات زي العفاريت بتجري هنا وهناك في البيت، قط النوم والمطبخ والحمام، وانا لسه واقع على الارض. فضلت ادعك في عينيا جامد علشان الرؤية تتضح، كل حاجة طبيعية ورجعت لحالتها العادية. تاني يوم اتصلت اطمن على اماني، وبمرور الايام بقينا نتقابل ونتكلم فترات طويلة، اطمن عليها واشوفها لو محتاجة حاجة، وعلشان افضل استمتع بالموسيقى وصوت الدفوف واشوف الراقصة دي قدامي بجمالها الغريب. انا حبيت الموضوع فعلا. عينت على المكان اللي بيحصل فيه الحادث كمين اسبوعي، كل يوم 2 الساعة 10 بالليل بيقف عسكري ويمنع اي حد يعدي لحد الساعة 11. كنت بحاول بكل الطرق ان انا امنع حدوث الحوادث حتى لو الكل مش هيقتنع، لان الكلام اصلا مش مقنع، بس يعني لو في احتمال 1 في المليون ان حد يتأذي ما نعمل كده. وفي يوم طلبت من اماني نتقابل ووافقت. انا بدأت اعجب بيها، بنت جميلة وطيبة ومؤدبة. الوقت عدى واحنا قاعدين مع بعض من غير ما نحس، اتأخرنا، حسيت انها توترت، قمت وقفت وبصيت في الشيك علشان ندفع، لكن حصل حاجة
أماني جالها حالة زي التشنج، وبدأ ينزل من بقها رغوة بيضة، وبدأت تهمهم بهستيريا. كل اللي في المكان حواليا اتجمعوا، واحد قال دي حالة صرع لازم ننقلها المستشفى حالا. شلتها وحطيتها في العربية بعد ما حطوا في بقها حاجة قالوا علشان ما تعضش لسانها. وطول ما نسايق بيظهر لي على الطريق صور لناس شكلها مرعب، ولما دقق النظر فيهم يختفوا. بعد شوية بدأت أسمع صوت الدفوف بيزيد، حاولت أقنع نفسي إن دي أوهام وجريت بيها على المستشفى. ودخلنا وطلبت منهم يسعفوها، والدكتور خرج وقال لي اللي حصل لها ده فعلا حالة صرع علشان ما خدتش العلاج بتاعها في ميعاده، هي كويسة دلوقتي. هي ليه ما قالت ليش إنها مريضة؟ فتحت الموبايل بتاعها اللي كان في إيدي، لا لقيت فيه أي رمز ولا باسورد ولا كود ولا أي حاجة. فضلت أدور على حد يمكن تكون بتكلمه يعرفها. فتحت الواتساب لقيتها متكلمة مع بنت واضح إنها صاحبتها، وكانت بتتكلم عني. سجلت الرقم عندي ودخلت لها الأوضة من غير ما باين ليها إن أنا عارف أي حاجة عن موضوع الصرع. كل اللي قلته لها انها فقدت الوعي واغمى عليها، وجبتها المستشفى على طول وفوقوها. صدقت واقتنعت بكلامي، وفضلنا سوا لحد لما لقيتها في حالة افضل واخدتها روحتها البيت واطمنت عليها. تاني يوم كلمت صاحبتها وعرفتها بنفسي، وطلبت منها ان انا اقابلها من غير ما تقول لاماني، ووافقت وعرفتني هي بتشتغل فين، ورحت لها فعلا مكان الشغل وقابلتها. كان ده في وقت الاستراحة بتاعت الشغل عندها. عرفتها انا مين وسألتها عن اماني، وهل اماني مريضة بالصرع زي ما الدكتور في المستشفى قال لي ولا لا. فقالت لي انه ايوه اماني مريضة بيه، وكانت بتتعالج لفترة طويلة في مصحة نفسية، وفي الفترة دي للأسف كلنا بعيدنا عنها، بس بعد لما خرجت من المصحة كلمتني وقربت مني تاني، وبقينا قريبين من بعض جدا، وحسيت انها بقت كويسة بقت طبيعية. لكن انا معرفش حاجة عن طبيعة المرض، ومحدش يعرف لان اسره اختها الله يرحمها كانت بتخاف عليها جدا وما قالتش حاجه لما كنا بنسال عنها. ولما خرجت كانت احسن وطبيعيه جدا، بس كان عندها ايه تحديدا ما كناش نعرف، هل صرع، جنون، انفصام في الشخصيه، ما نعرفش. شكرتها انها حكيت لي وسبتها ومشيت، وانا بقول لنفسي ان دخميني كان صح، مريضه نفسيا. تاني يوم من الصبح رحت للدكتور للمستشفى اللي كانت اماني بتتعالج فيها، وسألته عن حالتها وسألته عن أماني بعد ما عرفته أني ظابط وأني جايله بشكل شبه رسمي. كان متعاون جدا وقال لي أماني دي يا فندم كانت مريضة عندنا، بتتعالج من حالة هلاوس بصرية وسمعية من درجة خطيرة. قلت له طب ليه علاقة بحالة الصرع اللي بتجيلها فجأة؟ فقال لي هو بيفتح اللابتوب بتاعه، حالات الصرع بتحصل لها لو هي ما اخدتش العلاج بشكل منتظم، بس احنا متابعين معاها وعارفين انها بتاخد العلاج على فكرة بشكل منتظم. في الوقت ده هو بيحكي لي رجعت الدفوف في راسي تاني، وشكل البنت وهي بترقص اتجسد حرفيا جنب الدكتور. كان وش اماني بس لون بشرتها اسمر، وصوت خلخلها بيدق مع دقات قلبي. حاولت ابان طبيعي ليحطني في عنبر المجانين انا كمان، وسألته بتوتر هو ممكن الصرع رجع لها تاني بعد موت أختها، خصوصا أنها كانت بتحبها جدا ومرتبطة بيها. الدكتور نزل النظارة على مناخيره لتحت كده وبص من تحت النظارة، وبعدين قال لي طيب دي جلسة من جلساتها هنا كانت متسجلة الحمد لله، أنا هوريك الجلسة لأن موت أختها أنا مش مرتاح ليه وشاكك فيه أصلا، وبأن حضرتك جيت لحد هنا أعتقد أن الموضوع مش مجرد سؤال، ومع ذلك أنا هوريك جلسة حصلت، وده بشكل شخصي بيني وبين حضرتك تشوف هي كانت فيها عاملة إزاي. وقتها كانت في أشد حالات المرض على فكرة. الدكتور شغل الفيديو على اللابتوب بتاعه ولفه ناحيتي، كان قاعد بيسألها في الأول شوية أسئلة عادية وهي بتجاوب، وقاعدة قدامه ولبسة حاجة زي لبس أبيض، وكانت بتحكي له عن جن وأشباح بيظهروا ليها، وهو قاعد على الترابيزة قدامه بيدون كل اللي بتقوله. وقال لها يا أماني انت لازم تعرفي انك مريضة، لا عفريت ولا جن، دي هلاوس.
لا انا معمول لي سحر، انت مش عايز تصدق، انت حر. انا معمول لي سحر، واللي بشوفه مش خيالات ولا هلاوس، اللي بشوفه جن متسلط عليا علشان يقتلني ويموتني. مش هديهم الفرصة يموتوني، ومش هديها الفرصة تاخد مني كل حاجة. هي مين يا أماني؟ قولي أنا سمعك. إسراء أختي، بتكرهني يا دكتور، وخلت الكل يكرهني. في الأول ماما بقت تعاملها أحسن مني وتضربني بسببها، بعدها بابا بيحبها أكتر مني، رغم إن هي مش بنتهم. دي لقيطة، لقيطة يا دكتور، جايبينها من الملجأ، كانوا فاكرين مش هيخلفوا فتبنوها. مع مرور السنين أنا جيت للدنيا وفضلوا يربوها، ما كفهمش وما كفهاش ده. أخدت كمان فلوس أبويا بعد ما أبويا كتب لها كل حاجة يا دكتور، بحجة إن أنا تعبانة ومريضة نفسيا زي ما أنت دلوقتي بتقول. وهي عملت كل ده علشان أبان قدامهم مجنونة، عشان تاخد كل حاجة، كل حاجة يا دكتور. والدك ووالدتك يا أماني بدأوا يحبوها أكتر منك من إمتى؟ من وإحنا أطفال زي ما قلتلك، اتبنوها وأنا جيت فاتجننت وبقت تستفزني، ولما أضربها كانوا يحبسوني في أوضتي في الضلمة، ومهما عيطت مكنتش بصعب عليهم. كنت بشوف عفاريت وجن في الضلمة بتتحرك، وبعدها بدأت تتشكل، ولما كبرت بقيت أسمع الجن بيكلمني ويقولي موتيهم، دول بيكرهوك، موتيهم. انت بتكتب ايه يا دكتور؟ بكتب يا اماني اللي انت بتقوليه. انت ما كنتيش بتسمعي كلام الجن ليه؟ ما موتيهمش ليه؟ بكره اسراء، بكره. بس بحب اهلي ومش هسمح لها تأذيني. هي لازم تعرف ده كويس، تعرف ان انا كشفاها وعارفة هي بتعمل ايه. دي شيطانة، شيطانة يا دكتور. انا كنت بسمع الكلام وانا مصدوم. اماني بتكره اختها عكس كل الكلام اللي قالته ليا. الفيديو خلص والدكتور قال لي هي لغاية اخر يوم خرجت فيه، وهي اقنعتنا انها ما بتشوفش هلاوس ولا بتشوف جن ولا بتشوف اي حاجة، وانها مقتنعة تماما يا فندم انها مريضة وانها مش مسحورة زي ما كانت بتقول في الاول. وبعد شهر جت في المعاينة بتاعتها عرفت ان اختها ماتت. الغريب انها كانت متأثرة جدا وبتعيط وحزينة عكس قبل كده. انا ما صدقتهاش، وكنت حاسس يا فندم ان فيها حاجة غلط. بس الموت ما طلعش جنائي، وموت اسراء اختها كان طبيعي، فيهوش اي سبب او شبهة او شك، وإلا كنت هبلغ والحكومة تتدخل على طول. فقلت ظني غلط، بس فضل جوايا يا فندم شكوك كتير إن في حاجة غلط. كان الدكتور بيتكلم وأنا كنت بصارع صوت ضرب الدفوف العنيف اللي في دماغي، والكلام اللي بسمعه خيال أماني اللي بيرقص وعمال يبتسم وكأنه بيغويني ويشاور لي أروح معاه. الدكتور قال لي عموما في حاجة لسه كمان ما قلتهاش لسيادتك، أماني بتتعامل مع دجال أو ساحر، وما بتثقش في أي حد في الدنيا غيره، وإن هو كان بياخد منها فلوس كتير علشان يفك لها السحر والأعمال والكلام التخريف الغريب اللي هي بتقوله. واللي عرفته كمان سيادتك إنها مؤمنة بالسحر أكتر من عيلتها. لو حضرتك قدرت توصل للساحر ده أكيد أكيد هتلاقي عنده الإجابات. أتمنى أكون المعلومات اللي قلتها لسيادتك كافية. كافية جدا. خرجت من المستشفى وأنا مش مصدق اللي سمعته، ومش عارف إيه علاقته بالحوادث اللي بتحصل وإيه علاقة السحر بكل ده. قررت أتعامل بعقل في الموضوع ده شوية لحد ما حله. كلفت مخبر يراقب أماني، يوم جاب التاني جاب التالت وأنا بتعامل معها كأن مفيش أي حاجة، لحد ما المخبر جه وقال لي ان هي زارت بيت، والبيت معروف في المنطقة انه بيت دجال اسمه ابو العقارب. في الوقت ده ما ترددتش لحظة وقمت عشان اروح له، لانه كمان يوم ده الميعاد، يوم الاثنين بتاع كل اسبوع، وانا بقالي اسبوع قاعد في مكتبي مش بروح بيتي،
ومش بنام بشكل طبيعي. وده بسبب الأحلام المفزعة وإني مستني اليوم يجي. رحت لأبو العقارب الدجال، دخلت شقة قديمة جوا بيت أقدم، ومن غير مقدمات رحت على الأوضة المقفولة في آخر ممر صغير بعد ما عديت من صالة كبيرة وسط نظرات الناس اللي كلها استغراب. وتجاهلت سؤال السكرتيرة عني أو مساعدة أبو العقارب بمعنى أدق، وضربت الباب برجلي اتفتح ولقيت راجل في الخمسينات قاعد مع ست وعمال يحدف بخور في المبخرة زي ما بنشوف في الأفلام. الاتنين اتفزعوا أول ما دخلت بالطريقة دي، الست جريت بره وأبو العقارب فهم أنا إيه ومين. قلت له تعرف إيه عن أماني؟ أنكر إنه يعرفها. ضربت المبخرة وقعتها في الأرض ومسكته من رقبته وضغطت. نايمته على الكنبة ودوست بركبتي على صدره وكتفته. هقول 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 شلت ركبتي وبدأ يحكي ويقول هقول لك كل حاجة. البنت دي جات لي من سنين، يجي سنتين ولا أكتر، قالت لي إنها ممسوسة ودي سبوبة يا بيه زي ما أنت عارف. أنا اللي دجال ولا سيء ليا في الحاجات دي؟ أنا عندي كتب سحرة بس ما بستخدمهاش. أنا بيجي لي الناس المغفلة استرزق بيده. أنا بقى أقنعتها إنها مسحورة ومعمول لها عمل، وإنه زي ما هي بتقول أختها هي السبب، وطلبت منها حاجات تعملها وكانت بتعملها وأضحك عليها بيها. وموضوع السحر اللي اتعمل مكان الحادثة ده أنت السبب فيه؟ والله ما ليه علاقة بأي حاجة، أنا ما عرفش حاجة يا بيه. هي فضلت فترة كبيرة على فكرة مختفية، ولما رجعت عرفت إن هي كانت في مصحة وطلبت مني أعمل لها حجاب جديد عشان يحميها من أختها، وعملته. بس سرقت كتاب من الكتب بتاعتي اسمه التابوت الاسود. الكتاب ده يا بيه فيه طلاسم، وطلاسم سحر بجد. انا ما فتحتوش لاني بخاف، ما اعرفش اصرف العفاريت. لما جات لي بعد كده سالتها عن الكتاب اعترفت وقالت انها ترجعه يا بيه، بس قالت لي انها جايه عشان اشوف لها حل في المصيبه اللي وقعت فيها. قالت لي انها حضرت جن عشان يقتل اختها وعشان تخلص منها من غير ما يبان الامر ان في جريمة، وعملت الطقوس اللي قالت عليها، وكان شرط الجن انها تروح لنفس المكان وتعمل العمل هناك، مكان ما اختها بتعدي كل يوم يا بيه. وعملت كل ده زي ما بتقول، ورقصتها رقصت لخادم الطلسم رقصة كانت متحددة تتعمل ازاي. بعد كده يا بيه الطلسم اقترن بحاجة تانية، بانه يحصل تضحية، وانه لازم 7 حوادث بنفس الشكل في نفس المكان يروح فيها 7 ارواح. كان بيتكلم وفي نفس الوقت صوت الدفوف بيدق في وداني بشكل هستيري. راسي هتنفجر. شمم ريحة بخور مقرفة. طلبت منه يكمل كلامه. انا مش عارف ايه اللي حصل بعد ما الحادثة حصلت واختها ماتت. ايه اللي حصل خلاها ترجع في كلامها بعد ما اول روحين من الناس ماتت؟ هي قالت لي انها رجعت في كلامها وضميرها بيأنبها، وانها حاولت تحضر الجن وتبطل السحر، بس الوقت يا باشا كان اتأخر، والطلاسم الجديدة اللي عملتها خلتها تتحداهم. وتمن اللي عملته انها عايزة ترجع في كلامها ان بعد الروح 7 روح هي اللي هتكون الجايزة لخدم الطلسم، وانه لو مات اخر واحد هي هتموت. حاولت يا باشا ساعدها معرفتش. قلت لها يا بنتي انا نصاب ودجال، باخد منك فلوس بقلبك فيها ولا في فايدة يا باشا، معرفش عنها حاجة اكتر من كده، والمصحف ما اعرف عنها يا بيه حاجة اكتر من كده. خرجت من عند ابو العقارب وانا مش حاسس باي حاجة. كتر المفاجآت اللي عمالة تيجي على نفوخي خلتني فعلا فقد الاحساس. اتصلت بصاحبة اماني وقلت لها انا ليا طلب واحد عندك، اعزمي اماني برا، انا عايز اروح البيت لوالدتها وهي مش موجودة علشان عايز اسألها لوحدها. بعد 2 ساعة بعتت لي رسالة ان اماني فعلا برا معها. رحت البيت عندها، كنا الساعة 9 بالليل،
دخلت على امها وقلت لها انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل، هي اماني فعلا قتلت اختها؟ الست بمجرد ما سمعت بكت انهارت. ارجوكي ردي عليا، اماني اللي قتلت اختها؟ حركت عينيها وراسها بمعنى انه ايوه، وبصت على الدولاب ورفعت حواجبها كأنها بتشاور لي عليه. رحت ناحية الدولاب وفتحته وفضلت ادور فيه، لقيت ورق كتير بيقول ان اسراء كانت فعلا من ملجأ، وان والدها كتب لها كل حاجة وخلاها وصية على نصيب اماني، وكل الورق بيثبت ان اماني كانت في المصحة. وفي اخر ورقة انا اتصدمت وحطيتها في جيبي وخرجت بسرعة. خرجت ودخلت أوضة أماني وقعدت أدور فيها لحد ما لقيت صندوق في الدولاب. تحت في الدولاب فتحته كان فيه كتاب اسمه التابوت الأسود اللي هي سرقته من الدجال أبو العقارب، ولقيت صورة إسراء وفرشة فيها شعر وقماش متقطع وحاجات كتير مقرفة الحقيقة. عرفت إن الحاجات دي كانت بيتعمل بيها السحر. خرجت وانا مش عارف انا ماشي ازاي، لقيت اماني طالعه السلم. استغربت وسالتني انا بعمل ايه، شدتها من ايدها وطلبت منها تيجي معايا. ركبنا العربيه ورحنا على الطريق اللي حصل فيه الحادث. سالتني ان انا مش موقف كمين هنا ليه زي كل مره. بصيت لها وانا الاول مره بشوفها مش بهيئتها، انا كنت شايف البنت راقصة خادم الطلسم. حاولت ابان جامد وقلت لها ان انا صرفت الكمين. فضلت تزعق وتقولي ان انا اتجننت وان انا عارف اللي هيحصل. ركنت العربية على جنب وقلت لها عارف، عارف كل حاجة وازاي السحر اتقلب عليكي وانك هتموتي. انت مجنونة مريضة، جواكي سواد رهيب، ربنا مش هيرحمك والقانون مش هيرحمك يا أماني، والقانون لو ما قدرش يثبت عليك حاجة أنا مش هسيبك. الناس اللي ماتت كلها وأختك الغلبانة اللي كانت بتحبك ذنبهم في رقبتك. أنت ما تعرفش حاجة علشان تحكم علي، أنت ما تعرفش كانوا بيعاملوني إزاي وبيعاملوها هي إزاي، أنت ما شفتش كانوا بيحبوها إزاي وبسببها كانوا بيحبسوني في الضلمة لحد ما الجن مسني. انا مش مريضة يا ايهاب، انا ذكية جدا، وانت بنفسك شفت انا قدرت اعمل ايه. انا هفضل احمي نفسي وهاجي المكان ده كل اسبوع، احبسني بقى وسمي في رقبتك وروحي تكون في رقبتك. ضحكت بسخرية وقلت لها وانا بديها الورقة اللي اخدتها من بيتها، خدي خدي يا اماني اقري الورقة دي. الورقة دي من إسراء بتتنزلك فيها عن كل حاجة أبوكي سابها، حتى ما خدتش حاجة لنفسها. إسراء ما قبلتش على نفسها تاخد حاجة مش من حقها. تفتكري هي زي ما انت بتقولي وزي ما عقلك مصورلك؟ أماني فتحت الورقة وهي مصدومة ومش مصدقة، فضلت تعيط وطلطم، وقعت في الارض وفضلت تخبط في الارض بايديها. صوت الدفوف والزار ده رجع تاني. بصينا على الطريق احنا الاتنين وظهرت خادمه الطلسم وهي بتتمايل مع الموسيقى. ما كانتش بتبص لي المره دي. ملامح اماني اتغيرت واتكلمت بصوت كله هدوء. النهارده الرقصه الاخيره، الأمر نوره محجوب، وده المدخل لضوء خادمة الطلسم علشان تظهر. بتناديني سما، سما صوتها. أنا لازم ألبي النداء، لازم ألبي النداء. فجأة لقيت نور ضرب في مراية العربية. بصيت في المراية لقيت عربية جاية بسرعة كبيرة جدا. بصيت في الساعة كانت 11 إلا ربع. فتحت الباب وخرجت أجري وأنا بحاول أشاور اللي بيسوق علشان يقف. أما أماني فنزلت وصرخت
وحاولت تقف قدام العربية اللي سواقها كان مسحور وهو باصص لخدمة الطلسم اللي بترقص. حاول سواق العربية يفرمل لما شافنا بس ملحقش، فضل يلف في دواير. زقيت أماني من قدامه ورميتها قدام عربيتي ووقعنا جنبها واحنا بنبص على العربية اللي لسه بتلف، لحد ما جات عند مكان الحادثة واتقلبت. اتقلبت أكتر من 4 مرات. أما أماني فقالت الروح السبعة طلعت، أنا كده هموت، خادمة الطلسم هتاخدني، أنا بكرهك، بكرهك يا إيهاب، بكرهكم كلكم. اترسم فوق الأرض دايرة، وأماني لبسها تحول للبس بتوع الزار، بالشال اللي ربطها على رأسها بالطلاسم المرسومة على جسمها. غمضت عينيها وابتسمت ومشيت ناحية الدايرة ووقفت جواها وقالت يا أم العلا يا أم العرايس، يا أم الغلمان والعفو منك، يا أم الغلمان واشفي عيانك، يا أم الغلمان وطبل طبلك، يا أم الغلمان والكل عندك، يا أم الغلمان والليلة ليلتك، يا ورد بيكي، يا أم العلا يا أم العرايس. جريت عليها علشان أنقذها، قوة رهيبة غريبة رمتني بعيد لورا بكل قوة. بصيت ناحيتها لقيتها عمالة ترقص وبتتمايل. وحفرة صغيرة في الأرض بتكبر، لحد ما خرج من الحفرة إيدين سودة شدت أماني جوه. كانتش إيد ولا اتنين، كانت إيدين كتيرة بتسحبها تحت الأرض. وفضلت تسحبها وأنا مش قادر أقوم، لحد ما سحبت جسمها كله وكان باقي راسها بس. وقبل ما راسها تنزل وتغوص، الدايرة فضلت تضيق 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 جدا. جزء من راس أماني نزل في الدايرة الصغيرة، لكن الدايرة فضلت تقفل. وسمعت صوت تكسير العظم، وفضلت مودي وشي الناحية التانية. وبعد هدوء وصمت ساد المكان، اتلفت لقيت جسم أماني مرمي على الأرض ورأسها مفصولة عن جسمها ومتكسرة لأكتر من جزء. إلا أنا أخدت روحها وسابت جثتها. لما كتبت تقرير عن اللي حصل بعد كده، كتبت ان اماني ماتت في حادث زي كل الحوادث اللي بتحصل على الطريق، والحادث اتأيد ان اماني ظهرت قدام عربية والسواق صدمها وما قدرش يتحكم في العربية وعمل حادثة ومات هو كمان. اما انا كنت بلوم نفسي طول الوقت وحاسس ان انا السبب في موتها، معرفش ليه، بس انا ده احساسي، وكان القرار ان انا ههتم بامها. ايوه، اللي بعد ما عرفت ان بنتها ماتت حالها اتبدل وفقدت الحركة تماما، وبقيت انا مسؤول عنها زي ما اكون انا ابنها وبديل بنتها. بحاول أرجع لشغلي، بحاول أرجع لحياتي، بحاول أرجع لثقتي في نفسي. يمكن ده يحصل قريب أو حتى بعيد.